بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي وزملائي المهندسين والمهندسات في الأسكندرية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وربنا يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله تعود علينا الأيام القادمة على مصرنا كلها بالخير والبركات، وإن شاء الله هيكون موعدنا معكم قريب بعد العيد في خدمات نقابية جديدة إن شاء الله هتشوفوها وتلمسوها، وكل عام وأنتم بخير. مهندس أيمن شمس، أمين عام نقابة المهندسين بالأسكندرية. إن هذه الأيام الطيبة المباركة تمر بكل خير وباليوم والبركة على كل مهندسات ومهندسي الأسكندرية. نتمنى لبلدنا كل خير وكل تقدم وكل رفعة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل جهود مهندسات ومهندسي الأسكندرية. نتمنى لهم ولأسرهم جميعا أن ينعموا بهذه الأيام الطيبة المباركة، وكل سنة وأنت طيبين. وكل عام وأنتم بخير بعيد الفطر المبارك، وربنا يعود علينا بالأيام الحلوة الجميلة القادمة على نقابة المهندسين وعلى مصر بإذن الله. مهندس عبد الفتاح حمودة، لجنة الإسكان. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر الكريم، عيد سعيد لكم وللأسرة جميعا والمصرين الحبيبة والعالم الإسلامي جميعا، وكل عام وأنتم بخير. دكتور علي بركات، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية.